يهمنا جدا أن نعرف كيف تنظر واشنطن إلى هذه الهدنة في الرياض وإلى التشاور الذي حصل الهدنة في اليمن وإلى التشاور اليمني الحاصل في الرياض. من الواضح أن الإدارة الأمريكية ترحب بهذه الهدنة وربما أيضا شجعت عليها والوصول إليها، وذلك لأن الإدارة هذه الأيام مهتمة طبعا بقضية أوكرانيا وروسيا، وهي القضية الأولى على رأس اهتمامات هذه الإدارة. وقد عبر عن هذا الموقف الرئيس بايدن في البيان الذي تحدث فيه عن الهدنة، وقال بأن هذا القرار هو مهم جدا وضروري لجلب السلام في شهر رمضان المبارك للشعب اليمني بكامله، وأن هناك التزام أمريكي بالوصول إلى تسوية سلمية، إلى حلول كومبرومايزز كما وصفها، حلول وسط لإنهاء هذه الحرب الرهيبة كما وصفها. وشكر أيضا الدور الذي لعبته عمان والمملكة العربية السعودية بهذه المبادرة التي قاموا بها والتي أوصلت إلى هذه الهدنة، وقال بأنه يأمل أن يعم السلام في اليمن في هذا الشهر الكريم، ولذلك ووجه أيضا تهاني للشعب اليمني بأن يكون شهر رمضان شهر. طيب، هذه كل التهاني دكتور أدمان غريب يعني تقودني إلى سؤال مباشر، أنه كيف تطورت نظرة